مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد ما بالخلق. يا رب تكونوا بخير. النهارده اخر حلقه لينا هذا الاسبوع، وان شاء الله نلقاكم على خير الاسبوع القادم. تكون اعداد كورونا قلت وتكون الدنيا بقت الطف. الحقيقه انا كنت يعني مجهز مقدمه نتكلم وبتاع، لكن لقيت المهندسه مهندسه الديكور والفنانه التشكيليه اميره محسوب بعتالي حاجه انا شفتها انها حاجه في منتهى الجمال، وتبقى افضل مقدمه ممكن تتقال لحضراتكم انتوا اللي ملاحظنا ومتابعنا، يعني ان احنا بنحاول نقلل الكلام ونقدم حاجات ممكن تكون عند بعض حضراتكم، ممكن تكون مفيده لحضرتك او مفيده للاخ الثاني او الاخت الثانيه، او يعني ممكن تكون مفيده للمشاهدين بيتنوعوا وبيختلفوا في اذواقهم وفي احتياجاتهم في نفس الوقت. لكن هي جت مناسبه جدا لانه انا عرفت ان في، طبعا انتوا عارفين ان في توفى اكتر من 90 او 100 طبيب في ازمه كورونا او جائحه كورونا، وفي طبيب شاب اتجوز ومخلف يعني عنده اولاد صغيره في السن، وزمايله قرروا حاجه لطيفه جدا. بص بقى، عشان خاطر لما كنت بقولك امبارح ان الشخصيه المصريه عايز يثور على الشخصيه المصريه، مين الشخصيه المصريه؟ مش من حد تاني. لما اقولك انه نبطل الحاجات ديت، يعني يقوم يقول لك ان احنا عايزين نعيش زي الاجانب من غير مشاعر، الكلام ده كلام فاضي، الكلام ده مش صحيح. الاجانب عندهم مشاعر وعندهم علاقات اسريه وعندهم كل حاجه، بس بشكل افضل مننا بكتير، بشكل لا يفسد المتعه على الاب ولا على الجد ولا على الابن ولا يخلي. قضيه مهمه جدا، احنا عايزين نطلع ولادنا في الحاجات اللي احنا ما نجحناش فيها، او يطلع انا محامي يطلع محامي، دكتور يطلع دكتور، رئيس جمهوريه يطلع رئيس جمهوريه. يعني ده مش ده، مش دي تركيبه الدنيا. الدنيا متركبه بطريقه تانية، ان كل واحد يطلع مختلف، وكل واحد بيبقى عنده في نفسه حاجات. مهمه الاسره انها تساعد على اظهار الحاجات ديت، يوم يطلع كل واحد في مكانه، واحد بيحب يعزف، واحد بيحب يكتب، واحد بيحب يرسم، واحد بيحب الكيمياء، واحد بيحب الفيزياء، واحد بيحب الحساب. البني ادم، كل بني ادم عنده ميول، لكن احنا بنحصر ولادنا في حياتنا، ما بنسالهمش حتى لازم تنجح، لازم تعمل، لازم تخش كليه الطب، لازم تخش كليه الهندسه. الله، على فكره ممكن الولد ده يبقى يخش مع التربيه الرياضيه ويبقى احسن مدرب سباحه، مش ضروري يبقى دكتور خالص، او يبقى هيبقى دكتور عادي، ممكن يبقى دكتور عادي، لكن ميوله هو ايه؟ ده احنا يعني بعيد عننا خالص. بنزنق الناس الشباب واحنا بنربيهم في احلامنا، احلامك حاجه واحلام عيالك حاجه والدنيا حاجه وجيلنا حاجه وجيلهم حاجه. المهم ان الدكاتره دول قرروا يجمعوا من 500 طبيب كل واحد 1000 جنيه. رقم يعني ما ياثرش في اي حد لما يدفعوا مره واحده. فال 500 دول يعملوا 500,000 جنيه، نص مليون جنيه، طبقا للفوائد اللي موجوده في البنوك دلوقتي في 13 وفي بعض الشهادات 15 وفي بتاع، يعني ممكن يعملوا 7,000 جنيه في الشهر. ايه رايكم في الفكره دي؟ حلوه؟ سهله؟ بسيطه؟ في نفس الوقت احنا ما شحتناش عيله الدكتور. في نفس الوقت ادينا للولاد فكره عن التكافل الاجتماعي عظيمه جدا. اديناهم فكرة عن ان الاب قد كده كان رجل محبوب جدا، فزمايله كلهم 500 زميل ليه تقدموا عشان يساندوا هذه الاسرة بدون ما تاخد خد بقى ومتشكرين يا بيه وربنا يخليك لينا. لا لا، مفيش كلام من ده خالص. فلوس تتحط تحت رعاية الام، الام تراعي الولاد، يبقى شيء جميل جدا. هو ده احنا بنتكلم عنه، انك تدفعش يعني 1000 جنيه مفيش مشكلة، ما اعتقدش انها يعني ازمة رهيبة. فعجبتني جدا الفكره دي. في نفس الوقت اميره نفذت، مش نفذت يعني، اميره عملت الحاجات اللي انا حاببها جدا في الشباب، انه بتعمل حاجه، قررت انها ترسم ابو بكر الرازي وتحكي لكم مين هو ابو بكر الرازي. انا هقول لكم تعليق بعد ما نشوف جمال اميره، وان هي حاجه عملت حاجه غريبه جدا ما ظهرتش في الفيديو، يعني ما هي مش مساله ظهور، هي مسألة عايزة تقدم حاجة، لقت الناس بتحب نوعية الحاجات اللي احنا بنقدمها، وناس كتير جدا شباب عاملين الحاجات دي وبتتشاف بنسب كويسة جدا، فقالت طب انا برضو اشارك.
بشكل جديد. ان هي تحكي لكم عن الراجل، اقول لكم حاجه، تعالوا نشوف اميره عامله ايه ونرجع تاني. العالم ابو بكر الرازي. هو ابو بكر محمد ابن يحيى ابن زكريا الرازي، عالم وطبيب وفيلسوف. اتولد في ايران في مدينة اسمها مدينة الري، وبان عليه من صغره ذكاءه وحبه الكبير للعلم. وبسبب حبه الكبير للعلم درس الرازي المنطق والفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياء والطب. وفكرة ان الواحد يبقى ملم بكذا فرع من فروع المعرفة، وخصوصا لو جمع بين الادبي والعلمي، بتخلي الواحد عنده رؤية وبعد نظر. يعني الرازي مثلا كان ليه وجهة نظر ان الاحسن للدكتور ان هو يمارس مهنة الطب في مدينة فيها سكان كتير، وده السبب اللي خلى الرازي يسافر لبغداد. سافر الرازي لبغداد ودرس الطب هناك ومارس مهنة الطب هناك، وبعد فترة رجع لإيران بدعوة من الحاكم منصور بن إسحاق اللي عينه وقتها مدير لمستشفى الري. في الفترة دي كتب الرازي كتابين مهمين في الطب. الأول كان اسمه المنصوري في الطب، وده نسبة للحاكم منصور بن إسحاق، والكتاب ده بيختص بأمراض الجسم. والكتاب التاني بيختص بالطب النفسي واسمه الطب الروحي. بعدها اشتهر الرازي وزاع صيته، فدعاه الخليفة العباسي لبغداد مرة تانية. ولما رجع للعراق طلب منه الخليفة انه يختار له مكان عشان يبني فيه مستشفى. عمل ايه بقى الرازي؟ عمل حركة تدل قد ايه هو شخص ذكي وبيفكر بره الصندوق. جاب قطعة لحم كبيرة ووزعها في مناطق مختلفة في مدينة بغداد، وفضل يراقب اي واحدة فيهم بتبوظ اسرع، واخر واحدة باظت اختار المكان اللي كانت فيه عشان يبنوا فيه المستشفى. وقال للخليفة ان غالبا المكان ده هو اكتر مكان جو نقي ومفهوش تلوث، وبالتالي هيساعد الناس على الشفاء. الرازي يعتبر أبو الطب العربي. ليه مش عالم متميز أو طبيب شاطر وخلاص؟ لأن إسهامات الرازي في مجال الطب تعتبر أساس اتبنى عليه بعد كده. يعني مثلا هو أول واحد اخترع خيوط الجراحة، وهو أول واحد صنع نوع معين من المراهم اسمه المرهم الزئبقي، وكان بيحضر الأحماض بطريقة معينة. الطريقة دي مستخدمة لغاية النهاردة. ده غير إن هو صنف المواد حسب طبيعتها، وكان من رواد البحث التجريبي. ده على المستوى العملي. على المستوى النظري فكتب الرازي تعتبر مرجع أساسي فضل العلماء في أوروبا يعتمدوا عليها لأكثر من 4 قرون، زي مثلا كتاب الحاوي في الطب. الكتاب ده عبارة عن موسوعة فيها 25 مجلد، جمع فيها الرازي كل علوم الطب، الطب الإغريقي واليوناني والعربي وحتى الهندي. والكتاب اللي بيوازيه في نفس مستوى الأهمية كتاب اسمه الجامع الكبير. بيحكي الرازي عن رحلته مع الكتاب ده، بيقول فضلت 15 سنة ليل نهار أكتب في الكتاب ده، لغاية ما جاله مية زرقاء على عينيه ونظره ضعف وعضلات إيده ضعفت من كتر الكتابة، فبدأ يستعين بحد يكتب له. الرازي اتولد سنة 250 هجريا تقريبا، يعني بعد الهجرة بقرنين ونص. فلما يقدم كتاب اسمه الأدوية المفردة بيقدم فيه وصف دقيق لأعضاء جسم الإنسان، يبقى ده فعلا إنسان كان سابق عصره. عموما الرازي ليه كتب كتيرة مهمة، لكن أهم كتاب في نظري كتاب اسمه أخلاق الطبيب، اللي بيوصي فيه الدكاترة إن هم يعاملوا المرضى على اختلاف مستوياتهم بالتساوي وما يفرقوش بين غني وفقير. وده بيبين قد إيه هو إنسان متزن، عارف يوازن بين العلم وبين إنسانيته. ويمكن ده أهم تحدي بيواجهه الإنسان في رحلة حياته، إنه يحافظ على إنسانيته. وكان معروف عن الرازي إنه شخص مؤمن زاهد ومتواضع. ومن القصص اللي بتتحكي عنه إن هو كان مرة ماشي في السوق في مدينة اسمها نيسابور، فالناس كلها تلمت عليه. واحدة ست عجوزة قاعدة على جنب كده سألت إيه سبب الزحمة دي، فواحد قال لها أبو بكر الرازي هنا. قالت له مين أبو بكر الرازي؟
قالها ما تعرفيش مين أبو بكر الرازي؟ ده اللي ألف كتاب فيه ألف دليل ودليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. قالت له والله لو لم يكن في قلبه ألف شك وألف سؤال لما احتاج إلى ألف دليل. فسمعها الرازي ورفع إيده للسماء ودعا اللهم ارزقنا إيمان عجائز نيسابور. وبعد رحلة طويلة من العطاء اتوفى الرازي ودفن في مدينة الري في إيران. طبعا مش هنقدر نفوت المناسبة دي واحنا بنتكلم على أبو الطب العربي من غير ما نجيب سيرة الدكاترة المصريين، لأن الحقيقة الدكاترة والممرضين في مصر الكام شهر اللي فاتوا عملوا ملحمة شفنا فيها أعلى معاني الإنسانية، وبالرغم من أن الظروف صعبة إلا أن هم أدوا دورهم ببراعة ووفوا بالعهد والقسم اللي أقسموه يوم ما تخرجوا، ودول اللي تنطبق عليهم الآية اللي بتقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دكاترة وممرضين مصر كل الحروف وكل اللغات اللي تعلمناها في مدارسنا عاجزة عن إنها توفيكم حقكم من الشكر. شفتوا بقى جمال أميرة؟ أنا استمتعت بالفيديو جدا جدا، والحقيقة إنها قدرت تلخص أبو بكر الرازي بصورة جميلة جدا، يعني اشتغلت أبو بكر الرازي ده كتب وحكايات وطويلة، حتى إن دس له حسب ما بنسمع أو بنقرأ يعني ان هو كان ملحد وحاجات زي كده، ورايه مش يعني هو الالحاد عندهم في بعض عند الفلاسفه هو ممكن ما بيرفضوش ابدا انه في اله، بعض الفلاسفه او معظمهم ما يرفضوش ابدا، كلهم بيقروا ان هناك اله، حتى ارسطو يعني اللي هو المحرك الاول، ارسطو اللي هو يعني اعظم واحد فيهم ابوهم كلهم قال الكلام ده، فلكن بيبقى عندهم مشاكل مع الانبياء. لكن الكلام اللي بيتقال على ابو بكر الرازي في حاجات كتير جدا بتقول لا ده دس لابو بكر الرازي، فده على جنب، لكن هو كطبيب هي شرحته بطريقه ممتازه وبسيطه وسهله. فانا بشكر اميره محسوب جدا، واتمنى انها تفضل تتعاون معانا لتقديم هذه النوعيات من اللي هي الفن الجميل، وهي رسمت شخصيه في منتهى الجمال. ما هو يعني ابو بكر الرازي مالوش صوره بس دي رسمه، يعني تخيلوا حد من الأم ما تفتح الفيسبوك او تويتر او بتاع تلاقي او جوجل يعني هتلاقي ليه رسمه كده، فهي رسمتها بشكل جميل جدا جدا. فانا اتمنى ان اميره محسوب تفضل تقدم ده لحضراتكم وتشتغل معانا في البرنامج، ان احنا نطلب منها شخصيات او هي تقدم شخصيات. هي دي الحاجات اللي بتحرك، نزق يعني. يمكن ناس كتير ما تعرفش مين ابو بكر الرازي، هو ضروري يعني؟ لا مش ضروري على فكره، مش ضروري، ممكن الناس تعيش وتموت وما تعرفش ابو بكر الرازي، لكن لو عرفت هتستفيد. لو عرفت ان في واحد عندنا من سنه 250 هجري، يعني من 1200 سنه تقريبا، يعني 1190 سنه، هو العالم اللي عمل وعمل وعمل. احنا عندنا كده؟ ايوه عندنا كده، احلى من كده بكتير. امال ايه؟ امال فين؟ فين يا جدعان؟ اصبر، كل حاجه هتطلع، انما احنا عندنا. فالحاجات دي بتدي قوة لكل شاب بيبدأ حياته ان ممكن يكون، يعني ممكن يكون. فيعني انا بشكر اميرة شكر كبير جدا، وعايز احكي لكم حكاية. بتحبوا تسمعوا الحكايات او بعضكم تخش في الجو بتاعنا ده؟ يعني تخش في جو ايه؟ جدعنة والوفاء والاخلاص. انا